لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبعد أيها الإخوة والأخوات، فهذه المعاهد الشرعية التي تعلم العلم الشرعي على أصوله هي من أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلمون، لأن هذه المعاهد تعلم العلم بأصوله كما جاء عن السلف الصالح. في هذه المعاهد يجتمع الطلاب حضوريا مع الأشياخ، يتعلمون العلم، يزيلون الشبه التي عندهم، يؤسسون قواعد ليعلموا غيرهم، لينقذوهم، ليهدوهم، ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. في الحقيقة تؤسس طلاب علم يرجعون إلى بلادهم، يكونون منارات، يكونون نواة لتأسيس نهضات تنتفع منهم بلاد بأكملها. وهذه المعاهد تخرج طلاب علم بهذه المثابة، ولذلك الاهتمام بها ومحاولة دعمها وإبقائها هذا من أعظم الثواب، والدال على الخير كفاعله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز غازيا فقد غزا. ومن دعم طلاب العلم وهذه المعاهد كأنه هو تعلم وكأنه هو نشر العلم. والحقيقة أن إغلاق مثل هذه المعاهد لسبب من الأسباب، بسبب نقص الدعم أو بسبب آخر، في الحقيقة إنما هو إطفاء لنور من أنوار الله عز وجل، وتنكيس لعلم من أعلام الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. ومن أراد أن يطول عمره إلى يوم القيامة بأعمال غيره فليخلف من ورائه علما ينتفع به، وعند ذلك يصله الثواب إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.